ما هي السنة للإمام إذا دخل المسجد؟ هل يصلي التحية ثم يصلي بالناس أم أنه يؤم الناس مباشرة؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل ويأمر المقيم فيقيم الصلاة ثم يصلي بالناس، ما كان يصلي قبل. أما إذا الراتبة كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم.